السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم عطرا فواحا ينثر شذاه في كل الارجاء واهلا بكم فراخ اليوم عصافير الغد يا عصافير الحلوين درسنا اليوم يتحدث عن المغناطيس فماذا تعني هذه الكلمه ومن اكتشفه ومما يتكون كل ذلك وأكثر ضمن درسنا اليوم فلنبدأ ببسم الله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد صدق الله العظيم، صغاري الحلوين، لقد اكتشف الإنسان وجود المغناطيس من خلال مغانط طبيعية، وجدت في صخور القشرة الأرضية، والتي عرفت باسم الحجر المغناطيسي كالذي نشاهده أمامنا، حيث لوحظ انجذاب بعض المعادن نحوها وعدم انجذاب بعض المواد نحوها. لاحظوا معي، يجذب المغناطيس بعض المواد وتسمى المواد المغناطيسية. هناك مشكلة ونريد حلها يا صغار. المشكلة هي النقود المعدنية التي سقطت في كأس الماء، ونريد إخراجها دون أن تبتل اليد. فكيف أخرج قطعة المعدن من كوب الماء دون أن تبتل اليد؟ هل أساعدكم؟ أحسنتم، باستخدام المغناطيس الذي يجذبها خارج الكوب، أحبائي، ما الذي جعلكم تفكرون أن هذا الجسم ينجذب إلى المغناطيس؟ لاحظتم قطعة المعدن جذبها المغناطيس، فما الذي جعلكم تفكرون أن هذا الجسم ينجذب إلى المغناطيس؟ واستخرجناها من كوب الماء ممتاز لانها مصنوعه من معدن الحديد نستنتج يمكن للمغناطيس ان يجذب او يسحب الاجسام حتى في وجود بعض الحواجز الصلبه او السائله او الغازيه المغناطيس هي ماده لها قوى تجذب بعض الأجسام منها الحديد والفولاذ، كما نشاهد في الصورة التالية، ولكنها لا تجذب الكثير من المواد كالخشب والبلاستيك، أعزائي الأطفال، لدينا بعض الأشياء، علينا أن نصنفها، أيها يجذبها المغناطيس وأيها لا يجذبه المغناطيس، لدينا مشبك ورق ومقص وقبعه قلم رصاص وورق لنشاهد سويا ونستنتج ايها يجذبها وايها لا يجذبها نبدا بمشبك الورق من ماذا مصنوع احسنتم من المعدن اذن يجذبه المغناطيس اما المقص فانه ايضا من المعدن هل يجذبه المغناطيس؟ أحسنتم يجذبه. القبعة فهي من القماش لا يجذبها المغناطيس. أما بالنسبة للقلم فإنه أيضا من الخشب ولا يجذبه المغناطيس. والورق أيضا لا يجذبه المغناطيس. المغناطيس له قطبان، الأول شمالي ويرمز له بشين أو إن. والقطب الثاني جنوبي ويرمز بحرف جيم أو إس وتكون قوة الجذب أكبر ما يكون عند قطبيه وتقل في المنتصف والآن لو قمنا بوصل قطب موجب مع قطب موجب هل يتجاذبان أم يتنافران؟ أحسنتم يتنافران وإن قمنا بتقريب قطبين شماليين هل يتنافران أم يتجاذبان؟ أحسنتم أيضا يتنافران أما إن قمنا بوصل الأقطاب المختلفة فهما يتجاذبان نستنتج الأقطاب المتشابهة في النوع تتنافر والمختلفة تتجاذب لنحل التدريبات سويا لدينا دمية كتاب ألعاب نارية مقاس مشبك ورقي فانوس نقود وكرة المطلوب هو رسم دائرة حول الأشياء التي يجذبها المغناطيس، ركز معي! أحسنت، المقص، وماذا أيضا؟ ممتاز، قطعة النقود، ماذا أيضا؟ فكر، ممتاز، الفانوس السحري، وأخيرا، المشبك الورقي، ممتاز، شكرا لكم! إلى هنا نكون قد وصلنا لنهايه درسنا القاكم بكل